السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نختموا الوحدة الأولى بأنشطة ديال التقويم وديال الدعم، وهو الأسبوع السادس من هذه الوحدة واللي كيخص أنشطة التقويم والدعم. إن شاء الله غادي نحاولوا نقوموا وندعموا كذلك المكتسبات ديالنا اللي اكتسبناهم في هذه الوحدة الأولى، اللي تعرفنا فيها على مجموعة من المعطيات ومجموعة من المعلومات. تعرفنا في الدرس الأول على احتياجات الإنسان الغذائية الخاصة ببعض الفئات، تعرفنا على الجهاز الهضمي ووظائف الجهاز الهضمي أو وظائف أعضاء الجهاز الهضمي، تعرفنا كذلك على الجهاز التنفسي ووظائف أعضاء الجهاز التنفسي، تعرفنا على أضرار تلوث البيئة على الجهاز التنفسي، تعرفنا الجهاز الدوراني الأعضاء دياله وكذلك الأدوار ديال هاد الأعضاء وأسباب مرض القلب والأوعية الدموية، وأخيرا تعرفنا على الجهاز البولي، أعضاء الجهاز البولي وكذلك على وظائف أعضاء الجهاز البولي. إذا اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم تقويم المكتسبات، أنشطة للدعم والتقويم. وغادي نبداو بالسؤال الأول، أحدد من بين الاقتراحات التالية ما هو صحيح وأحيطه بخط ثم أصحح الخاطئ منها. إذا غادي ندورو على العبارات الصحيحة أو الاقتراحات الصحيحة والاقتراحات الخاطئة، غادي نحاولو نصححوها. إذا عندي أربعة ديال العبارات هنايا أو أربعة ديال الاقتراحات. تنتج الأحماض الأمينية من هضم الدهنيات، كيقولنا بأن الأحماض الأمينية كتنتج من الهضم ديال الدهنيات، وهذه عبارة خاطئة. إذا ماشي من هضم الدهنيات، بينما من هضم الأغذية، بحالاش؟ بحال هضم اللحوم وكذلك، إذا هضم اللحوم، إذا نديرو اللحوم والألبان، إذا اللحوم والألبان، إذا هضم اللحوم والألبان هو اللي كينتج لنا الأحماض الأمينية. نعم، العبارة أو الاقتراح الثاني، تحتوي العصارة الهضمية على مواد تساعد على الهضم. هذه صحيحة وغادي ندور عليها، لأن العصارة الهضمية كتحتوي على مواد تساعد على الهضم، لأنه إلا رجعتو للدرس ديال الجهاز الهضمي، ومنين مضغنا داك القطعة ديال اللحم ووضعناها في العصارة المعدية، قدرت أنها تساعد في هضم داك الغذاء. نعم، تخضع جميع الأغذية المتناولة للهضم، إذا جميع الأغذية المتناولة تخضع للهضم، وهي عبارة صحيحة. فقط جزء قليل جدا من الغذاء اللي ممكن ما يتهضمش، مثلا شي حاجة صلبة جدا هي اللي تقدر ما تهضمش. نعم، الهضم، العبارة الأخيرة، وهو الهضم هو تجزيء للأغذية أو تجزيء للأغذية. نعم، الهضم هو تجزيء للأغذية، لأن التعريف ديال الهضم هو تجزيء الأغذية. نعم، إذا عبارة صحيحة. نعم، إذا نمر إلى النشاط 2. إذا النشاط 2 فيه ربعة ديال الأسئلة. السؤال الأول، ألف أكتب الأسماء أمام الأرقام في الرسم التخطيطي جنبه أو لجانبه. إذا هنا عندي تخطيط، إذا نلاحظ الرسم التخطيطي يوضح الجهاز، من طبيعة الحال الجهاز الهضمي، لأنه كنشوفو هنايا المكونات ديال الجهاز الهضمي وكذلك مكونات الجهاز أو الأنبوب الهضمي. إذا غادي نحاولو نكملو هاد الأرقام. إذا من 1 إلى 9، 1 هنايا كتوجه لنا إلى ماذا؟ إلى الغدد اللعابية. الغدد اللعابية، نعم، الغدد اللعابية. ثانيا عندنا الفم، أو لا نقول الأسنان، نعم نقول الفم، إذا الفم كيتدخل فيه الأسنان. ثم رقم 3 مارئ، مارئ، إذا المارئ. رقم 4 لدينا هي المعدة. رقم 5 هو المعي الدقيق، المعي الدقيق. رقم 6 هي الكبد. رقم 7 هو البنكرياس. رقم 8 هو لانتستان غال، ولا المعي الغليظ، الغليظ، معي الغليظ. ثم أخيرا المخرج، ثم المخرج. نعم، إذا هادو هما مكونات ماذا؟ مكونات الجهاز الهضمي. ندوزو الباء، أنقل أرقام الأعضاء التي تشكل الأنبوب الهضمي لخانات البطاقة أسفله. إذا عندنا واحد البطاقة هنا فيها 5 ديال الفراغات أو 6 ديال الفراغات، غادي نحاولو نديرو فيها الأرقام ديال ماذا؟ ديال فقط الأعضاء التي تشكل الأنبوب الهضمي، ماشي الجهاز الهضمي، الأنبوب، الأنبوب. كنتكلمو على الأنبوب، يعني كنتكلمو على الفم، ندورو عليه، فم، يعني رقم 2. كنتكلموا على كذلك المرء،
رقم ثلاثة كنتكلموا على المعدة، رقم أربعة كنتكلموا كذلك على رقم خمسة وهو المعي الدقيق، رقم خمسة المعي الدقيق، نتكلموا أيضا على المعي الغليظ رقم ثمانية، وأخيرا كنتكلموا على المخرج رقم تسعة. إذا الفم والمريء والمعدة، المعي الدقيق، المعي الغليظ والمخرج هم الأعضاء التي تشكل الأنبوبة الهضمي. جيم، أكتب رقم كل عضو في الجهاز الهضمي لا ينتمي إلى الأنبوب الهضمي. إذا كانوا هادو كينتميو إلى الأنبوب الهضمي، فإن الأعضاء الأخرين كينتميو فقط للجهاز الهضمي، ما كينتموش للأنبوب الهضمي. نعم، إذا الأرقام تبقى لنا الغدد اللعابية رقم واحد، كتبقى لنا الكبد رقم ستة، وكتبقى لنا أو كيبقى لنا البنكرياس رقم سبعة. إذا هما الأعضاء اللي كيكونوا لنا الجهاز الهضمي ولا ينتمي أو لا تنتمي إلى الأنبوب الهضمي. دال، أحدد دور العنصرين واحد واثنان. إذا العنصرين واحد واثنان، عنصر واحد شكون هو؟ هما الغدد اللعابية. الغدد اللعابية دورها يتجلى في إفراز، إذا إفراز اللعاب وتبليل، تبليل الطعام. إذا كتبلل لنا الطعام هاد الغدد اللعابية، بينما الفم ولا الأسنان اش كدير لنا؟ مضغ الغذاء أو لا الطعام، مضغ الطعام. إذا هذا هو الدور ديال العنصر واحد والعنصر اثنان. ندوزو الآن للنشاط رقم ثلاثة. لاحظوا معي، وهنا كاين واحد المعطيات اللي هي خاطئة. هنا المعطيات الخاطئة هو أنه كما كتلاحظوا هنا حجم ثنائي أكسيد الكربون سي او 2 في 100 مليلتر في الدم. هنا العكس، الدم الذي يدخل دائما سيكون ما فيهش بزاف ديال سي او 2 ويخرج فيه بزاف ديال سي او 2، يعني هاد الخانات هادو متعاكسين. نفس الشيء هنا. إذا نقراو التمرين. لإبراز التبادلات الغازية التي تتم بين الدم والأعضاء أنجزت تجارب أعطت النتائج التالية. إذا هنا عندي حجم ثنائي أكسيد الكربون في الدم، نعم الخارج والداخل من الدم، أولا الخارج والداخل من الأعضاء، الدماغ والعضلات والقلب، بينما هنا عندي حجم الأكسجين عفوا O2 في 100 مليلتر من الدم. نقرأ السؤال الأول، أقارن حجم غازات O2 و CO2 في الدم الذي يدخل الأعضاء والذي يخرج أو الدم الذي يخرج من الأعضاء. هنا الأمر بسيط جدا، وأنا ممكن نقول حجم O2 يعني كنتكلموا على ثنائي الأكسجين الذي يدخل، حجم O2 الذي يدخل، إذا O2 الذي يدخل، إذا هو هذا الذي يدخل، قلنا معاكسين، الذي يدخل أكبر من الذي يخرج، الذي يخرج من الأعضاء، من الأعضاء، نعم، بينما حجم CO2 الذي يدخل أقل أو أصغر من CO2 الذي يخرج. الأمر متعاكس، علاش؟ لأنه هاد الأعضاء سيدخل لهم واحد نسبة قليلة من الأكسجين أو لا نسبة قليلة من ثنائي أكسيد الكربون ويخرج واحد نسبة كبيرة. نعم، إذا أقارن حجم O2 المستهلك بالنسبة للأعضاء الثلاث. لاحظ O2 المستهلك لأنه غادي يدخل 52 مليلتر الكل من الدماغ والعضلات والقلب، وغادي يخرج لنا 46 مليلتر، وبالتالي تستهلك نفس الكمية، إذا تستهلكت نفس الكمية، إذا حجم O2 المستهلك لك من طرف الأعضاء الثلاثة هو نفسه، إذا هي نفس الكمية، مفهوم؟ نعم، ندوزو للنشاط الموالي. جونكادغ أون فيغ لي زوغان دو لاباغاي ريسبيغاتواغ إي أون روج les organes qui ne lui appartiennent pas. إذا هنا كيقول لك أطر الأعضاء ديال الجهاز التنفسي بالأخضر، وغنأطرو الأعضاء الأخرى اللي ما كتنتميش للجهاز التنفسي. إذا غنجيب اللون الأحمر والأخضر، بالأخضر غادي ندير الأعضاء ديال الجهاز التنفسي، لي بومون اللي هما الرئتين أو الرئة صحيح، لو فوا اللي هو الكبد لا، لو ني الأنف نعم، لي برونش نعم، لوسوفاج نو، لي تخاشي نعم اللي هما القصبات، ولي فان بولمينار لا، لان يعني لي فان بولمينار عندهم علاقه بالجهاز الدوراني. بالنسبه لو فوا هو ماشي واحد العضو اللي كاين في الجهاز التنفسي، نفس الشيء بالويسوفاج اي فان بولمونير. دوزو النشاط خمسة.
اكتبوا معايا في النشاط رقم 5 صحيح أو خطأ. إذا كانت العبارة صحيحة سأكتب صحيح، وإذا كانت خاطئة سأكتب خطأ. نعم، أكتب أمام الاقتراحات التالية صحيح أو خطأ. القلب مضخة تدفع الدم إلى جميع أعضاء الجسم عبر العروق الدموية. هذه صحيحة وشفناها في الدرس، لأن القلب هو واحد المضخة. شكون كدير؟ كتدفع الدم من القلب نين إلى جميع الأعضاء عبر ماذا؟ عبر العروق الدموية. صافي، عبر العروق الدموية تنقل الأوردة الدم من القلب إلى الأعضاء. هذه عبارة خاطئة، خطأ. لماذا؟ هذا الدور ديالش، هذا الدور ديال الشرايين، غير الدور ديال الشرايين، لأن يعني الشرايين هي اللي كتنقل الدم من القلب إلى الأعضاء. نعم، تسمح الشعيرات الدموية بتبادل مواد القيت وغازات التنفس بين الأعضاء والدم. إذا هذه العبارة، هذه عبارة صحيحة. نعم، لأن الشعيرات الدموية، على مستوى الشعيرات الدموية يتم التبادل، تبادل مواد القيت وكذلك غازات التنفس بين الأعضاء والدم. نعم، العبارة الرابعة والأخيرة، تنقل الشرايين مواد مغذية وأكسجينا، نعم، نحو الأعضاء. صحيح، هذا هي اللي شفنا الفوق. داك الشرايين شنو كتنقل لنا؟ المواد المغذية والأكسجين نحو الأعضاء، وهذه عبارة صحيحة. إذا إلى هنا غادي نتوقف باش ما يجيش طويل هذا الفيديو، غادي يجي فيه أكثر من 11 دقيقة. وبالتالي تقويم التوليفي وكذلك تقويم نهج التقصي وأنشطة داعمة غادي يكونوا في الفيديو القادم إن شاء الله. كنتمنى أنكم تزيدوا تدعموا قناة تربوية مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.